يقول العراقيون في أحد أمثالهم الشعبية: راح العيد وهلالة وكل ما رجع لجلالة. تأثير العيد على بعض جوانب حياة العراقيين قد زال، وزال معه ارتفاع أسعار المأكل والملبس جراء ارتفاع الطلب وقلة المعروض. من هذا المنطلق ينطبق هذا المثل على هذا الحال. بالعيد العالم تطلع فتفتار فيصير زخم بالسوق، والعالم ضل تسوق، وورا العيد الملابس ترخص، الأكل يرخص، كل شيء يرخص. طلبات هواية، فشوف البضاعة عشان تصعد، يعني إذا ألف يصير بألفين، أو ألفين يصير بخمسة. أما الشوارع التي أغلق المحيط منها بالمراكز الترفيهية جراء خطة العيد الأمنية الاستثنائية فقد أعيد افتتاحها مجددا. بحبوحة السير في بعض المناطق زالت وعادت العاصمة لتبدو مجددا وكأنها موقف كبير للسيارات. كل الازدحامات من أي شيء، يعني وين تريد تروح، اي معامله مثلا، فتشي تريد تسوي، تقضي لك فتشغله ساعه ونص بالازدحامات. عوده العمل بالخطط الامنيه السابقه جعل من السير على الاقدام في ساعات الذروه المروريه اسرع بكثير من استخدام التنقل بواسطه السياره، ليعود الحال على ما كان عليه قبل عطله العيد. يوسف الحسيني، سكاي نيوز عربيه، بغداد.